التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية جان بيير بيمبا جومبو وقد تناول هذا اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية وذلك في ظل الظروف والتحديات الراهنة كذلك التفاهم بشأن زيادة أوجه التعاون العسكريه بين البلدين في العديد من المجالات التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي السيد جامبير بنبا جومبو وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهوريه الكونغو الديمقراطيه والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت مراسم استقبال رسميه بمقر الامانه العامه لوزاره الدفاع وعزفت الموسيقى العسكريه السلام الوطني لكلا البلدين تناول اللقاء اخر المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه وانعكاساتها على الامن والاستقرار داخل القاره الافريقيه في ظل الظروف والتحديات الراهنه كذلك التفاهم حول زياده اوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات كما تراس الوزيران الجلسه الختاميه لاجتماع لجنه التعاون العسكري المصريه الكونغوليه والتي تناولت عددا من الموضوعات المرتبطه بدعم افاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من المجالات العسكريه لكلا الجانبين واكد القائد العام للقوات المسلحه على اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحه بنظائرها من الدول الافريقيه مشيدا بما وصلت اليه اللجنه من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركه في كافه المجالات العسكريه من جانبه اعرب وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهوريه الكونغو الديمقراطيه عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، كما اثنى على الجهود المصريه الداعمه لكافه قضايا القاره الافريقيه. حضر اللقاء والجلسه الختاميه الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وعدد من قاده القوات المسلحه لكلا البلدين.